هكذا حطوا الرحالة منذ أسبوعين بمطار 845 بستيرز. إنهم جزائريون جاءوا من دول أوروبية عبر تونس، والذين تمت إحالتهم على الحجر الصحي بخمسة فنادق بسطيف والعلمة. 824 جزائري وجزائرية اللي كانوا تحت الحجر الصحي بولاية سطيف كانوا موزعين على خمس فنادق، والحمد لله اليوم كلهم في صحة جيدة، يعني وفرنا كل إمكانيات نقل لكل اتجاهات الوطن. اليوم حان وقت الرحيل. بشهادتهم لقد قضوا أحلى الأيام لا تنقصهم سوى زيارة ذويهم. أروع ما يمكن، من المسؤولين قاعدنا في خدمتنا، من المسؤولين حتى يعني الموظف البسيط، وأي شيء تطلبوا يجيك، كان يعني كأننا نأمر ما في خمس دقائق يجيب لك كلش كلش. الأطباء كانوا كوف، المسؤولين كوف، الاستقبال كان في أروع ما يمكن، إقامة جيدة، وربي إن شاء الله يجازيهم وربي إن شاء الله يتلا فيهم. الحمد لله، يعني الظروف كانت عادية، الإقامة نظيفة، يعني حاجة اللي نطلبوها نلقاها. هنا في هذا الفندق الرعاية الصحية كانت مستمرة، ومن حسن الحظ لم يتم تسجيل أي إصابة بوباء كوفيد-19. كل يوم يوزنون الحمى، يجيبون لنا فيزيت كل وقت، في كل وقت. الحمد لله، الحمد لله، كان رعاية صحية، كانت أطباء وكانوا ممرضين، كل يومين يعني يعبروا لنا درجة الحرارة، والحمد لله يعني حاجة أعطانا أدوية. أي الحمد لله، كانوا كل في صحة جيدة، لا يعانون أي عارض، الحمد لله. الحجر الصحي إجراء لا بد منه، والحمد لله انتهى بسلام، وافترق الناس سالمين غانمين.